النهارده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عمل مؤتمر صحفي بمناسبة إنتاج اللقاح المصري والتعاقد مع كل الجهات المتاحة للحصول على لقاحات كورونا. الحقيقة من الحاجات الرائعة إن احنا بنحاول نعمل نوع من الأمن الصحي أو الأمن الطبي أو الأمن الدوائي أيضا والأمن اللقاحي. تصريحات الدكتور مدبولي النهارده في منتهى الأهمية. أول تصريح حقيقة في منتهى الذكاء ويلخص، يعني أنا بعتبره تصريح جامع مانع، وهو في محله وهو في مضمونه وهو في رسالته، أما بيقول توفير اللقاحات الحيوية في مصر مسألة أمن قومي. أمن قومي ده كلام مهم جدا يا جماعة. أمن قومي ليه؟ لأن أنت لو اللقاحات دي جايلك من بره ولا قدر الله مش مجربة مش عارفها، طبعا في كود للأمن الدوائي في العالم، يعني ده مسألة عالمية، لكن اتأخرت. احنا شفنا مثلا أمريكان لما أنتجوا جونسون وأنتجوا فايزر ما ادوش لحد لما هم لقحوا ما يقرب من 200 مليون الأول، وبدأوا يفكروا يدوا جزء وبعدين وصلوا ل 300 ولا حاجة. فإذا الدول بتهتم بشعوبها وده حقها، فانت لازم يا ابنك على كتفك، ما تستناش انك تجيب اللقاح من بره. ودي استراتيجيه الدوله المصريه انها تؤمن اللقاحات سنويا، باعتبار ان الابحاث بتقول ان احنا هنتعايش مع كورونا كل سنه، زي يعني انا في تقديري انه ممكن يبقى زي الانفلونزا، لكن هو ما بقاش زي، يعني احنا دلوقتي في خطوره الفيروس، في جائحه وكارثه الفيروس، في فيروس وفي اعراض وفي ناس بتموت، وامبارح واول امبارح والنهارده في ناس بتسقط من الأطقم الطبية العظيمة المصرية، جيش مصر الأبيض. أبرز تصريحات الدكتور مدبولي: الدولة المصرية استطاعت إدارة أزمة فيروس كورونا، توجيهات من الرئيس السيسي بتوفير اللقاحات والأدوية للمصريين، نمتلك احتياط استراتيجي من الأدوية والأكسجين في المستشفيات، نعمل على تصنيع لقاحات للأطفال ضد كورونا، التصنيع المحلي للقاحات حتى لا نكون تحت رحمة العالم. هو ده بقى ده اللي أنا أقصد أقوله، ما تبقاش تحت رحمة حد، ابنك على كتفك. الشكر للصين للموافقة على تصنيع لقاح كورونا في مصر. دكتور مدبولي أيضا قال: لا نتوقع انتهاء أزمة كورونا في القريب العاجل، نستهدف إنتاج 80 مليون جرعة لقاح بنهاية العام، الفترة القادمة ستشهد تطعيم سنوي للمواطنين. وقال مصنع فاكسيرا سينتج 3 مليون جرعة في اليوم، وقال إنتاج مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، يعني حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها دي في مليون خرجوا من المصانع المصرية. وقال نعمل على ضمان 8 لقاحات أساسية، وده المهم. 8 لقاحات هو العالم أعتقد 8 لقاحات بدون روسي، لأن روسي لسه ما خدش الأبروف من منظمة الصحة العالمية، إنما 8 لقاحات المعترف بيها من هيئة منظمة الصحة العالمية هنعمل على إنتاجها في مصر، ودي حاجة رائعة. دكتور مدبولي أيضا قال إن إحنا 20 مليون هننتجهم من اللقاحات، ثم 40، ثم نصل ل 80 مليون جرعة. الرقم ده هو يعنيه ليه؟ لأنه كل العلماء وكل الأبحاث في العالم بتقول مصطلح كده اسمه مناعة القطيع، بمعنى أنه لو خد 75% من الشعب، أي شعب من الكرة الأرضية، منظمة الصحة العالمية والدول الكبرى قرروا أنه لو حصل مناعة القطيع عندما يحصل 75% من سكان الكرة الأرضية على اللقاحات، اللقاحات الثمانية المعترف بها من منظمة الصحة العالمية. يعني النهاردة عدد سكان كوكب الارض 7 مليار وكسور وشويه، يبقى احنا محتاجين 75% منهم، يعني 5.5 تقريبا مليار يحصلوا. طب مصر 110 تقريبا مليون، كانوا زادوا وانا بتكلم كده شويه كتير كمان، هنبقى محتاجين فعلا 80 مليون واحد ياخدوا الجرعه. فشيء نفتخر به جميعا ما حدث اليوم الحقيقه من تصريحات الدكتور مدبولي. طيب معايا الكاتب الكبير الصحفي الصديق ورئيس تحرير جريدة وموقع الشروق وعضو البرلمان وعضو لجنة الإعلام في البرلمان الأستاذ عماد الدين حسين. أستاذ عماد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمد، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين، مبروك عليك البرنامج الجديد. ربنا يخليك. النهاردة تصريحات مدبولي فيما يتعلق بتصنيع اللقاحات، قال جملة أعتقد في بداية المؤتمر، توفير اللقاحات الحيوية في مصر مسألة أمن قومي، يقصد إيه من وجهة نظره؟ الجملة واضحة ومهمة وكاشفة، لأنه حضرتك إحنا شفنا في الفترات اللي فاتت بعد
مع اول تصنيع كورونا سواء فايزر او استرازينكا او سينوفا فارم او سبوتنيك الروسي، لما في بعض الدول عملت اتفاقات بالفعل مع دول اخرى، بريطانيا كانت بريطانيا لم تكن خارجه رسميا من الاتحاد الاوروبي، عملت اتفاقات لتزويد دول الاتحاد بلقاحات استرازينكا، ورغم ذلك لما احتاجت هذه اللقاحات لشعبها اوقفت المعاهده او الاتفاق لتزويد الدول الاوروبيه الاخرى وحصلت مشكله كبيره. فاذا كانت بريطانيا الاوروبيه تمنع اللقاح عن دول اوروبيه لانها تحتاجه لشعبها، فمن باب اولى هتمنعه عن اي دوله ثانيه. صحيح. ومن باب اولى لما يبقى فيه مشكله الذين لا يملكون اللقاح او القدره على تصنيعه او حتى القدره احيانا ممكن يبقى معاك فلوس ولكنك لا تستطيع مش لاقيه. صحيح. 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 فبالتالي لما يبقى عندك اللقاح في بلدك وانت اللي بتنتجه معناها ان انت بتوفر لشعبك. طيب البعد الثاني، البعد الثاني يا عماد، ان انت افريقيا عمق استراتيجي، وانت انا قريت ان يمكن تصدير لها بعد ما طبعا. صح كده؟ ها طبعا. من الناحيه بقى الاقتصاديه والسياديه تحليلك المساله ببساطه، النهارده كما فهمنا من جوله الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور هاله الجايد، الورديه الواحده في المصنع فاكتيرا المصري بالتعاون مع الصين طبعا بتقدر تنتج 300,000 صح جرعه. صح. فبالتالي في الورديين لو في ورديتين هيبقى عندك 600,000 في اليوم. صح. انت النهارده احتفلت ببلوغ المليون جرعه. تمام. وعندك تقديرات او امور لو مشت الامور ثاني، المهم برضه ان احنا بنعتمد على الماده الفعاله او الماده الخام من الصين، فبالتالي تقدر تصنع قبل نهايه السنه 80 مليون جرعه، يعني تكفي ل 40 مليون مواطن. ده قد يحقق لك ان شاء الله ما يسمى بمناعه القطيع. نعم. رغم ان الدكتور مصطفى النهارده قال حاجه مهمه، انه في الغالب العالم بيتجه الى انه مع انتشار كورونا هتبقى محتاج جرعات موسميه زي لقاح الانفلونزا. بالظبط. فبالتالي ده ارجع لنقطه افريقيا، لما يبقى عندك متاح وفائض عن حاجتك وتقدر تديه لدول افريقيه بتسهيلات، ده هيبقى افضل دبلوماسيه مصريه تقدر تعملها مع افريقيا في هذه الايام. واحنا بداناها بالفعل يعني منذ بدايه عهد صحيح. الرئيس. صحيح. صحيح. شكرا صديقي الكاتب الكبير وعضو مجلس الشيوخ استاذ عماد حسين، رئيس تحرير وموقع الشروق.